تعرفون قصة المعراج ولا لا؟ متى جت المعراج؟ متى؟ المعراج جت عقب ما طردوا النبي أهل الطائف. قريش ما تقبلته. يوم ماتت خديجة ومات أبو طالب آذوه. ما تجرأوا على النبي يعني مدون يدينهم على الرسول إلا بعد ما ماتت خديجة ومات أبو طالب. أول كانوا بس يقولون شاعر كاهن كلام. لكن مدت اليد لما مات أبو طالب وماتت خديجة العزوة الخارجية والقوة الداخلية. خديجة تحميه وتساعده في الداخل وأبو طالب يحميه في الخارج. يوم مات أبو طالب ركن ركين أبو طالب وإن كان مات على الكفر. وماتت خديجة تقوى عليه كفار قريش. يقول أبو بكر رأيت النبي يجبذ يمسكون من هنا فيسحب مرة أمام ومرة وراء حتى طرح في الأرض ووضع على وجهه عليه الصلاة والسلام التراب ووضع على ظهره سل الجزور وقيل فيه ما قيل. في هاللحظة تعب النبي وقال لزيد بن ثابت نطلع نخرج. وين؟ قال نذهب إلى الطائف. زيد بن ثابت يقول إليك ناقتك يا رسول الله اركب على الناقة. قال لا تأتي بالناقة فإذا جاءونا في الصباح وما شافوا الناقة علموا أننا ذهبنا إلى مكان بعيد. إذا ركبنا على الناقة بيدرون أن الموضوع موضوع مكان بعيد. لكن لو طلعنا بدون الناقة بيقولون شكله رايح قريب وبيرجع. وهذا من بعد نظره عليه الصلاة والسلام. وراح للطائف واستقبلوا ثلاثة من كبار أهل الطائف في ذلك الوقت. الأول منهم قال أتريدنا أن نصدقك يا محمد؟ والله لو تمسكت بأستار الكعبة تقسم أنك رسول الله ما صدقناك. راح للثاني رئيس القبيلة الثانية قال أنا رسول الله. قال والله ما وجد الله إلا أنت يرسلك. وراح للثالث قال إن كنت رسولا لله فأنت أكبر أنك تكلمنا وإن لم تكن رسولا لله فحنا أكبر أن نسمعك. فأخرجوا عليه الصبيان والغلمان والعبيد والقصة المشهورة حتى ضرب وطرد عليه الصلاة والسلام من الطائف وأدميت قدميه. والنبي هنا عانى معاناة كبيرة. مات أبو طالب وماتت الحبيبة خديجة وطردني أهلي وطردت من الطائف وخرج يهيم على وجهه والحديث فيه مقال. تقول عائشة يا رسول الله حدثني بأشد يوم عليك. قال يا عائشة يوم قرن المنازل يوم خرجت من الطائف مطرودا رفعت أكفي إلى السماء قلت اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي. يقول أنا خايف أنك غضبان علي بس ولا مين مشكلة إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بولي وجه أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين. ثم جلس يدعو. هنا في هاللحظة نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال. قال يا محمد إن الله أرسل معي ملك الجبال. يقول النبي أول مرة أشوف ملك غير جبريل. فقال إنه يقول تريد أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين؟ قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وبعد ما رجع إلى مكة ست ليالي تقريبا كما ذكر ذلك للسير ثم عرج به إلى السماء. يقول العلماء عقد عرج الله بنبيه إلى السماء تكريما له. كأن الله يقول بالمعنى العام الآن أقول أنا أطردك أهل الأرض وطردك أهل الطائف وقريش تعال عندنا في ملكوتنا نكرمك ونبين مكانتك. حتى عرج به عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف ملكوت السماوات وشاف الملكوت ملكوت رب العالمين أصبحت الدنيا عنده ليس لها قيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. الدنيا ترى مهيب شيء. ولذلك الرسول إيش قال لنا؟ إني لا أخشى عليكم الفقر. ما بالفقر مهيب عيب ولكني أخشى عليكم الدنيا تفتح عليكم كما فتحت عليهم وتتنافسوها كما تنافسوها ثم تهلككم كما أهلكتهم. حنا اللي رضي الله عنه وأرضاه عنده طموح عالي. أبو بكر مرة النبي جالس مع الصحابة فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام أيكم يريد الجنة؟ وكل منهم رفع يده. قال أيكم يريد الفردوس؟ وبدأوا يرفعون الصحابة أيديهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا متى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصلاة
يدخلون الجنة مع باب يقال له باب الصلاة، واهل الجهاد يدخلون الجنة مع باب يقال له باب الجهاد، واهل الصيام يدخلون الباب الجنة مع باب يقال له باب الريان. والصحابة ينظرون، قام ابو بكر قال يا رسول الله الا يدخل احد مع هذه الابواب الثمانية كلها؟ يعني ما في احد يدخل معها، هو ما يبي الجنة بس يبغى الفردوس ويبغى يدخلها مع الابواب الثمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا ابا بكر، نعم وارجو ان تكون منهم. انت واحد من هؤلاء. بعضنا يصلي الفجر ولو طلع ولقى له واحد قال له لو سمحت عطني مال، ولا وقف عند الباب يسأل ويطلب، قال توني مصلي كثر الله خيري بعد تبغاني اعطيك؟ يمن على الله اذا سوى عملين ورا بعض يقول اصلي وانفق وتصدق، نقول له قف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة الصبح، ركز، والصبح صلاة الفجر النوامين هذولي اللي كبروا الوسادة ترى الشيطان بال في اذانيهم وعقد على اذانيهم ثلاث عقد، نم امامك ليل طويل ويقوم وهو سيء النفس خبيث النفس ما له وجه وراحت منه ذمة الله. اما ذاك اللي قام وفز وتوضأ وانتهض ومشى في الظلمات وتحمل البرد ودخل المسجد وصلى، هذا في ذمة ربه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح، يوم صلى التفت على الصحابة يشوف يحرك فيهم الايمان، قال ايكم اصبح اليوم صائما؟ الصحابة قال عمر يا رسول الله والله اني قمت الصبح كنت اريد الصيام لكني ما نويت البارح وافطرت ما صمت. قال ابو بكر انا يا رسول الله نبت الليلة ناويا الصيام فاصبحت صائما. هذا مو برياء، هذا الاخلاص بعينه، لكن الرسول يريد ان يشجع الحاضرين والامة بعدهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام ايكم عاد مريضا هذا اليوم؟ قال عمر يا رسول الله تونا قايمين خرجنا من بيوتنا وجيناك للمسجد ولا وما ربحنا فما برحنا من اماكننا، ما زلنا في اماكننا. قال ابو بكر انا يا رسول الله خرجت اليوم من بيتي وعلمت بالبارح ان اخي عبد الرحمن بن عوف مريض فجعلت طريقي للمسجد على بيته ومريت وسلمت عليه وجيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال عمر يا رسول الله طلعنا من بيوتنا وجيناك في المسجد ولا بعد قمنا، هذا احنا قدام عيونك ما مدانا نصدق على احد. قال ابو بكر انا يا رسول الله خرجت من عند اخي عبد الرحمن بعد زيارته ودخلت المسجد فوجدت رجلا فقيرا يسأل فلم اجد معي شيء، فالتفت فاذا بحفيدي ولد عبد الرحمن، وحفيدي ودي احط عليها 100 قوس، حفيدي يصلي الفجر اليوم شيبان وكبار وشباب زنده يوقف عليه اسمحوا لي ماني بقايل، وهو يشخر في فراشه ما يصلي ولا يعرف، بال الشيطان في اذنه وضيع صلاته ويجي يقول يا رب يا رب وين تجي هذه؟ هذا يقول حفيدي، يقول ابو بكر بحثت في جيبي فلم اجد ما اعطيه، فالتفت الى باب المسجد فوجدت حفيدي يدخل المسجد بيده كسرة خبزة. يقول العلماء كسرة خبزة يعني صغير، بعضهم قال 5 سنين واقل، جاي يصلي صلاة الفجر، صلاة الفجر. يقول فوجدت خبزة في يد حفيدي، اما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، وما يصلي بها الا مؤذنها او الامام ولكن دون مأمومي. انا لا ياس ولا اقول هلك الناس، لكن عندنا مشاهد مؤلمة لما تطلع الفجر ما ترى الا 4 5 6 صف بينما الحي فيه عشرات. يقول فاخذت كسرة الخبز فتصدقت بها على هذا الفقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر بالجنة يا ابا بكر، ابشر بالجنة يا ابا بكر، ما اجتمعنا لرجل الا بشر بالجنة. قال عمر هيه هذه الرواية، يقول ما نقدر نسبقك يا ابو بكر، هذه الحق. صلاة صبح نفذوها وابشروا بالجنة، صلوا الصبح، المرأة تصلي في بيتها في وقتها، مو بتصلي على قامة الساعة 9 ولا 10، اذن المؤذن قومي توضأ وصلي، وانت ايها الرجل ما لم يكن عندك عذر شرعي اطلع الله لا يهينك وخذ عيالك والمسجد، صلي الصبح. واذا استطعت ان تصبح صائما، وخاصة حنا في وقت الشتاء الليل طويل والنهار قصير
والجو بارد، فضيلة وغنيمة تسمى غنيمة الصالحين، الليل قصير فيصام والنهار طويل فيقام، هذه غنيمة الصالحين. فصم ذلك اليوم وتصدق. يا اخي الصدقة، بعضنا يفهم الصدقة خطأ، يحسبنا نقول ادفع مليون. اذا كنت من رجال الاعمال وعندك خير الله يقويك ادفع 100 مليون، لكن ان كنت لا تستطيع، من لا يقدر منا يمسك له كاس مثل ذا، افتح بزبوز الموية وحط لك موية مثل هذه وحطها في الحوش وخلي الطيور تشرب منها، والله انها صدقة. والله خذ لك رز ملا كفك وانثره جنب الباب او في مكان حتى لا يهان وتأكل هذه الطيور، هذه صدقة. ريال اشتر علبة منديل وحطها في المسجد، اشتر كرتون ما ب 12 ريال او اقل وحطه بعد صلاة الجمعة للمصلين يشربون منه، وافضل الصدقة السقيا. وش من اللي ما يقدر يتصدق؟ بعضنا اذا سمع الصدقة يروح باله الراجحي ومدري مين. لا يا اخي تصدق، انت تصدق بشق تمرة، خذ لك تمرة تمرتين وانت رايح المسجد، شفت لك عامل من هالمساكين اخواننا المسلمين في الشارع، عطه تمرة قال هذه صدقة لوجه الله. ابواب الخير لا تعد ولا تحصى. عمر بن الخطاب قال والله لا اسبقك الى شيء ابدا يا ابو بكر. يقول ابو بكر جت غزوة تبوك، يقولها عمر، وقام الرسول قال اجمعوا المال تصدقوا 30,000، ما عندهم فلوس. يقول عمر وكان عندي وقتها دراهم، قلت اليوم ابسبق ابو بكر. يقولها عمر، يقول واجي البيت وافتح واسوي كده بالنص واخذ نص فلوسي وخلي نصفها واغطي الباقي واجي اركض للمسجد. خذ يا رسول الله، فرحان. يقول انا ابغى اسبق ابو بكر بس. قال ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم نصف ذلك، شطر ذلك يا رسول الله. ما قال يا ابن والله اني ما تركت شيء، كل شيء جبته لك يا محمد. يتكلم يقول صدق. شوي جاء ابو بكر الفلوس اللي شايلها شوي، ابو بكر كانت واجد. يقول ابو بكر فجلست اضحك مبسوط، انا بسبقها اليوم. يقول فلما دخل حط المال قدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تركت لأهلك يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يعني وش بقى لهم؟ ولا شيء. ليش ما قال ما تركت شيء؟ تأدب مع الله. يقول تركت لهم أحسن من المال، وهو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التضحية من الصديق التي بلغته هذه المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام احسنت يا عمر، ثم قال عمر والله لا اسبقك يا ابا بكر بعد اليوم ابدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام نادى علي مرة قال له يا علي تعال، احنا بدينا الان سنختم. قال نعم يا رسول الله. قال من اشقى الناس في الاولين القدامى، من اشقى واحد فيهم؟ يقول فقلت يا رسول الله اشقاهم الذي عقر الناقة في قوم صالح. قال ومن اشقى الناس في الاخرين الان، من اشقاهم؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال اشقاهم قاتلك يا علي، يدري انه بيقتل، قاتلك يا علي. يقول فقلت او مقتول انا يا رسول الله؟ قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ستغدر بك من بعدي وانت على ملتي وتقتل على سنتي، من احبك يا علي احبني ومن ابغضك ابغضني، وان هذه، يشير النبي لحيته، وان هذه يا علي لتخضب من هذا، يعني بتصير الضربة في راسك وينزل الدم ويتغير لون لحيتك من الدم. يقول فمسكت لحيتي فقلت صدقت يا رسول الله. يقول علي بن ابي طالب وكنت على يقين ان موتي سيكون كما قال النبي. يقولون كان مرة في المدينة قبل يروح الكوفة فمرض، ومرض شديد، دخل عليه بعض الناس قالوا يا علي نأتيك بالطبيب قبل ان تموت، وص شوف لك خليفة. قال لا ليس هذا مرض موتي، والله لن يموت صاحبكم حتى تخضب هذه من هذا، هذا قول رسولي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. اذكر لكم ابيات الان مهمة ذكرها القحطاني يصف هذا المشهد. يقول رضي الله عنه وارضاه، فذهب رضي الله عنه وارضاه جلس ويحدث عياله ويحدث زوجاته انه سيموت بهذه الميتة، وكان ينتظر الموت في اي لحظة رضي الله عنه وارضاه. ومرة من المرات كان الناس اذا خرج علي يخافون عليه، قال نضع لك حراس. قال لا اريد حراسا، لا تحطون لي حارس ولا شيء، انما دعوني فالحافظ
والحارس هو الله سبحانه وتعالى. ومرة من المرات جاء رمضان، ولما جاء رمضان كان يتعشى مرة عند الحسن ومرة عند الحسين، يقولون ما يأكل شيء، يأكل ثلاث لقمات يوقف. فقال ليش ما تأكل؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تموت يا علي وأنت أخمص، يعني جائع، بطنك شبه فاضي، وإني لأظن أن ميتتي أوشكت ليلة أو ليلتين، أنا حاس أن موتي قرب. جاء يوم من الأيام عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي. بالمناسبة تدرون شو عبد الرحمن ذا بن ملجم؟ ترى حافظ القرآن كله، وكان صوته من أجمل الأصوات، لكن الجهل، هذه الفتنة، هذه المصيبة. عبد الرحمن بن ملجم هذا اللي حاطين اليوم له على قولتهم شعار وقتل علي رضي الله عن علي، كان يحفظ القرآن، وكان له، كان صوته جميل من القراء، لكن الفتنة والجهل لا تبقي أخضرا ولا يابس. يقول فدخل علي عبد الرحمن ملجم، ويوم جاء عندي كنت أوزع عطايا، فرأيت في وجهه وكش، يعني حسيت، يعني حس جسمي انها غير انسان سوي، فزدت له في العطية، وهذا من الادب والحكمة وبعد النظر. يقول ثم قال، يقول جلست انظر فيه علي، فقلت له اسدد حيازيمك للموت، فان الموت لاقيك، ولا تجزع من القتل اذا حل بواديك. يقول فخاف عبد الرحمن ملجم، يقول الشارسي يقول هالكلام، شكله حاس بشيء. يقول تقول ام جعفر زوجة علي رضي الله عنه، تقول كنت اصب عليه الماء، فلما صببت عليه الماء قال والله لا تخضبن هذه كما صببت عليها الماء بدمي من هذه كما اخبرني النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف الثاني لخالد في غزوة احد. تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد قابل المشركين، طبعا كان يقود الجيش ابو سفيان، وخالد بن الوليد كان مع المشركين في الميمنة، هو يقود الميمنة. أبو سفيان قسم الجيش ثلاثة أقسام، قال لهم قسم يكون يقوده عكرمة ابن أبي جهل، وخالد يكون مع مجموعة عند جبل الرماح، وأبو سفيان يقود بقية الجيش وهو في مقدمة الجيش. عكرمة أخذ 700 رجل وقال أنت تلف على يمين جبل أحد، وخالد يأخذ قيل 300 وقيل أكثر من ذلك، 700 كذلك، وقيل تكون أنت من الشمال. وأبو سفيان دخل معه 1000 وزيادة يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة. الرسول جعل الجنود لما قسمهم جعل منهم كم رجل على الرماة من الصحابة؟ 50. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا هنا على هذا الجبل ولا يتحرك منكم أحد، لو رأيتمونا الطير تأكل في أجسادنا لا ينزل منكم أحد، ولو رأيتم الغنائم بين أيدينا حتى لو انتصرنا فلا ينزل منكم أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تلك الخطة المحكمة، وبدأ الكفار مع المسلمين في مواجهة. كانت خطة الرسول محكمة صلى الله عليه وسلم، بدأ الكفار يتراجعون. لما رجعوا أغلبهم إلا خالد. خالد قائد وعسكري ويعرف الحروب، وقف عند جبل الرماة تحت وهو ينظر، الجيش المشركين يرجعون وخالد واقف ما يئس من الوقوف. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم الرماة على ذلك الجبل أن النبي انتصر في بداية المعركة، نزلوا من على الجبل مجتهدين، بقي من اللي الرماة كم؟ 10، من جملتهم الزبير رضي الله عنه. فخالد رضي الله عنه وأرضاه كان ينظر إلى هذا الموقف وهم كذلك على الجبل، فخرج رضي الله عنه وأرضاه، طبعا ذلك قبل إسلامه، وقتل 10 الذين على جبل الرماة كلهم، ثم بدأ يقتلهم كل ما قتل، حتى قتل في معركة أحد 3 برمح واحد، كان كلما قتل أحدهم يقول أعلو هبل، ثم يقول خذها مني وأنا أبو سليمان، كان يعتزي بولده ويكنى كذلك بأبي سليمان، وهذا ما عرفه العرب عن خالد رضي الله عنه وأرضاه.
كسر هذا الخلق اللي حنا نتكلم عنه وراء كل جزئية من هذه مضامين تحتاج الوقوف إليها وقوفا عظيما. قصة آدم يا جماعة قصتي وقصتك، قصة الإنسان، قصة الكون، احرص على معرفته لأن هذا الحياة هو الوجود الحقيقي والكيان الحقيقي. طيب شوفوا المادة التي تكون منها آدم. أنا بتكلم آدم خلق من ماذا؟ ليش إذا عرفنا المواد اللي خلق منها آدم راح ندخل جوا أنفسنا تعرف خصائصك. طيب خلق آدم من أي، وش مادة خلق آدم؟ الطين، التراب. شوفوا في آية قال الله تراب، وآية قال الله طين، والله قال طين اللازب، وفي آية قال من صلصال من حمأ مسنون، وفي آية قال كالفخار. هو وش خلق منه؟ هو خلق من هذه كلها، لأن آدم خلق على كم مرحلة؟ على 7 مراحل. الله قادر يقول كن خلاص يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن الله يبغى يعلمنا أن من سنن خلقه التدرج والتأني وعدم العجلة. خلق آدم على مراحل، أول شيء خلقه من تراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله من تراب قبض قبضة من جميع الأرض. الله قبض قبض، ولا نشبه ولا نمثل، من جميع الأرض. فجاء بنو آدم في الأرض على نفس شكل الأرض، منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم السهل ومنهم العسر. هذا الحديث يرويه الترمذي والإمام أحمد في المسند. الأمر الثاني أنني أستغرب أن هذا التراب بعد أن خلقه الله وكونه من تراب صار طين. الطين وشو؟ أضيف إلى الطين إيش؟ ماء، فأصبح طينا. قال الله جل وعلا وقال ربك ما إني خالقا بشرا، خالق بشرا من طين. هذا التراب أضيف عليه الماء فأصبح طينا، وذكر الله أنه من طين. الله قادر أن يخلقه من إيش؟ ليش ما خلقنا من حديد وزيت؟ لكن الله لا، خلقك من التراب ومن هذا الطين. أنا خلقك الله سبحانه وتعالى من هذين العنصرين. تدرون ليش؟ لأن أطهر عنصرين في الدنيا التراب والماء. أنت طاهر، أبوك آدم طاهر، وجودك طاهر، أنت نقي، أنت نظيف، أنت الله يريد أن يختارك من أنقى شيء في الأرض من التراب والماء. لا تنجس هذه الطهارة بنظرة حرام، لا تنجسين هذه الطهارة بخلع الحجاب والحشمة، لا تنجس هذه الطهارة بكلمات بذيئة وغيبة ونميمة، لا تنجس هذه الطهارة بقلب يملأ حقدا وسوادا وبغضا للناس، لا تنجس هذه الطهارة بأن تدخل في بطنك الحرام سواء دخان ولا خمرا ولا مال حرام أو غير ذلك، لا تنجس نفسك بزنا ولا بفاحشة، لا تنجس الطهارة. أنت طاهر، أبوك آدم طاهر. ولقد كرمنا بني آدم، كرامة الإنسان بالإيمان قبل كل شيء، كرامته بخلقته، بل أعظم كرامة أن الله نفخ فيك من روحه. الله طهرك ونظفك وهيئك، لا تنجسها بترك الصلاة، لا تنجسها بالعلاقة المحرمة. أمر الآخر، يجب أن تؤمن بأن الله تبارك وأحسن أحسن الخالقين. المرحلة الثالثة قلنا تراب وإيش وطين، والآن طين لازب. وش معنى الطين اللازب؟ الطين اللي صنعته أنت ثم تركته حتى ينشف، إذا نشف يصير بدأ الآن ينشف هذا الطين، يعني نشوفه ليست كالفخار ناشفة كالحجر، لينة مثل الصلصال. هذا الطين اللازب وش المعنى فيه؟ هذا الطين اللازب يدل على التماسك ويدل على الإرادة، في خاصية التماسك والإرادة. الرابع قال الله صلصال، ثم شكلك الله جل وعلا بيده، قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت إيش؟ بيدي. يا جماعة والله أن ضعفاء، والله أن ضعفاء، الله شكلك بيده وانت صلصال، والله أن ضعفاء ونتكبر على الله. تخيلوا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، مخلوق خلقك الله بيديه، خلق أبوك بيديه وتقول أنا ربكم الأعلى، تتكبر على من؟ اليوم. ثم بعد ذلك قال الله هذا الصلصال جعله من حمأ إيش؟ الصلصال لما تتركه فترة يبدأ يتغير لونه. قال العلماء الحمأ المسنون تغير اللون اللي هو بث الغرائز الشهوانية، غريزة حب الأكل، غريزة الجنس، هذه غرائز انضبطت بالخير هذا توفيق،
وإن فلتت ضاع صاحبها. ثم لما كون الله هذا الصلصال قال الله جل وعلا من صلصال إيش؟ كالفخار. تعرفوا الفخار ولا لا؟ الفخار الجرة هذه، هذا الفخار صارت مجوفة تسمع صوتها. لذلك لما خلق الله آدم ترك فترة وهو ما بعد نفخ فيه الروح. ورد في الحديث أن الشيطان كان يدور عليه يطوف عليه يتأكد يقول وش هالمخلوق الجديد. يقول فنظر فلما شاف فيه جوف يعني أجوف من الداخل علم أنه خلق لا يتمالك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم إيش؟ مجرى الدم. شوف المعجزة الآن، المرحلة السابعة وهي أهمها وأفضلها وأشرفها وأحسنها وبداية الخلق. فنفخ الله فيه من روحه، قال الله جل وعلا فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا من؟ إبليس. إبليس تكبر. يا جماعة من أنا وأنت لولا النفخة؟ هذه النفخة حركت الوجه، ابتسامة، فتحت عينين، كان عقل يدرك، سمعت أذنين، تحرك الدم ونبض في عروق الإنسان، بدأ الإنسان يتحرك وكائن يتحرك. أول ما تحرك آدم ونفخت فيه الروح، الله كرم، ترى كرم بآدم ثلاث مرات فيها الآية، قال فإذا سويته هذه وحدة ونفخت فيه ثنتين فقعوا له هذه الثلاث. أسجد الله الملائكة حتى جبريل سجد لأبونا آدم. لذلك نفخة الله في آدم ترى هي الصبغة اللي موجودة، الصدق والخير والوفاء والمروءة والطيبة والكلام الطيب والحسن والصدقة وأعمال الصالحة من نفخة الله سبحانه وتعالى. أول ما دخلت الروح عطس آدم. في الحديث أن الله يحب إيش؟ يحب العطاس ويكره إيش؟ التثاؤب. التثاؤب من إيش؟ من الشيطان. فلما عطس آدم ما يدري وش يقول، قال الله لآدم علمه قل الحمد لله. الله يلقن آدم، قال الحمد لله، قال الله رحمك ربك. الحمد لله يا رب ان اول كلمة سمعها ابونا منك رحمك الله، نعمة ان الله رحمنا من اول شيء. قال رحمك ربك، اول كلمة قيلت لنا رحمك ربك. الحمد، احمد الله يا جماعة. وعليكم بالذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من الكلام اربعا، اربع كلمات اصطفاها الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حذيفة كان أمين السر حق النبي، لكن وش ائتمنه عليه الرسول ما تدرون؟ ائتمنه على أحاديث الفتنة، كل شيء بيصير في الأرض علم بحذيفة. قال يا حذيفة اسمع مني، وإذا مت قل ذلك للناس. لذلك تجدون في البخاري وفي مسلم في كل كتب الحديث أغلب من يروي أحاديث الفتن هو حذيفة. قال فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر جمعنا عمر وقال يا حذيفة حدثنا بما كان يستأمنك رسول الله عن الفتن في آخر الزمان. يقول فقلت له فتنة الرجل في بيته، فتنة الرجل في أهله، عندنا فتن تفتنك حرمتك، يفتنك ولدك، يفتنك المال، المال والبنون، وذكر الله إنما أموالكم أولادكم فتنة. قال له عمر لا 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 لا، ما عن هذا سألتك، فهذا يكفرها الصلاة وتكفرها الصدقة وتكفرها الصيام والطاعة، ما سألتك عن هذه، سألتك عن فتنة تموج في الناس ويحتار العاقل واللبيب. يقول عمر، يقول حذيفة فخفت أن أقول كلاما يؤذيه. قلت يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ يعني وش تبغى بالفتنة؟ أنت تموت قبلها. شلون تموت قبلها؟ يقول عمر رضي الله عنه فالتفت إليه قلت ماذا قلت؟ قلت يا أمير المؤمنين ما شأنك وشأن الفتنة؟ إن بينك وبينها بابا مسدودا. عمر وقف جالس في القصر، يعني في بيت الخلافة أقصد، فوقف قال مسدودا، ثم جلس يبكي. الصحابة ما فهموا، ما يفهمون ليش الباب، إلا ما فهموا. قال بابا مسدودا، قال أسألك بالله يا حذيفة أيفتح الباب أم يكسر الباب؟ قال يكسر يا أمير المؤمنين. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقام يبكي وترك الناس. قال الناس يا حذيفة وش الباب؟ وش الفتن؟ عنا ما فهمنا شيء. قال إن الباب هو عمر رضي الله عنه، يكسر يعني يقتل، وإذا قتل عمر جاءت الفتنة على الأمة. يعني كأن حذيفة يقول تأتيكم الفتنة مثل السيل،
وتدخل عليكم من بعد مقتل عمر وصدق رضي الله عنه، بل صدق الصادق المصدوق. فيكسر الباب بموت عمر رضي الله عنه وارضاه، وتكون هذه الساعة. ولذلك انت حامي يا عمر، في حياتك كنت تحمي الامة من الفتن. اسألكم بالله، من منا يستطيع يكون باب يحمي الفتنة عن نفسه، عن جوالك، عن بنتك؟ اقول للشباب اللي يعاكسون البنات، اتق الله في ابنة رباها ابوها 20 سنة واكثر من ذلك عفة وطهرا. ثم تكسر باب فتنة على هذه المسكينة وعلى هذا البيت بنزعة شيطانية. وشهوة حيوانية لا تعرف فيها قدرا لا لله ولا لكتابه ولرسوله ولا بعد ذلك الى ايمان ولا نخوة ولا مروءة. فانا لله وانا اليه راجعون. عمر رضي الله عنه هو الذي يكون بابا لهذه الامة. فرضي الله عن عمر ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم. يذكر ان امرأة تقول لما مات عمر خرجت تسير في السكك، قالت وا عمر، تقصد يعني حسابه وحسره على عمر. قال لها الناس لا تذكري عمر بهذا، قالت والله كسر الباب بيننا وبين الفتن.